انا اللي في ايه برضو؟ طلعتني من الحلم الجميل. امك الله يرحمها تسلم عليك يا وحيد. لا والله، امك جاتني في المنام، كانت لابسه تيشيرت ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض وجزمه بيضاء. ليه يا بابا، انتوا كنتوا بتلعبوا تنس ولا ايه؟ تنس؟ احنا فينا صحه للتنس؟ كانت جايه ترقص لي بقى. بابا انت ناقصك حاجه. من صغري وانا حارم نفسي من لذه الدنيا علشانك، كنت تقول لي اجيب لك بلاي ستيشن يا وحيد، اقول لك لا يا بابا السخان في البيت اولى. فاكر يا بابا لما قلت لي اجيب لك موبايل 6600، انا رديت عليك وقلت لك ايه؟ قلت لي موبايل الشقه احسن. امال ليه؟ ليه ابن السحب من تحت عقد ببال الناس؟ صراصير احنا يا بابا؟ لا. بتحبها بابا؟ يا فضحتي. قلت معاها؟ انا ما عملتش حاجه تعرك يا بابا يا وحيد. حد ما كان شافك؟ يشوفونا ليه؟ ده حب من طرف واحد، هي مش حاسه بيا. طب وده اسمه كلام يا بابا؟ مش لازم الاول تتاكد، يمكن تكون صاحبه ولا حاجه. يا عم مين هيبص لها دي؟ وبعدين انا اتاكدت ان مفيش حد في حياتها. خلاص يا بابا، انا هظبط لك الموضوع وان شاء الله هتتجوزها، يعني هتتجوزها. مساء الخير. اهلا يا سنور. انتوا ليه مش حاطين لي صوره مع اصدقائي الفنانين هنا؟ مش عارف والله يا فندم، وصلنا السجل هنا. كنت عايز اسال بس لو ايه ده؟ انا اهو، هو ده انا. حضرتك مش عارفني ولا ايه؟ لا والله مش واخد بالي. حضرتك مش كنتش فيلم سوق العبور سنه 93 نزل كسر الدنيا؟ انا كنت عامل اخر مشهد في الفيلم اللي كنت بقول فيه احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ، احمر على ابويا بطيخ. ايوه افتكرت كان في مسلسل. انا ما حد سال عليا؟ مش منى شلبي موجوده؟ خلوها تصور اي حاجه، قولوا لها شريف الشريف بيقول لك يا منى يا شلبي. ها انا جاي كمان ساعه. عفوا، فقد نفذ رصيدك، يرجى اعاده شحن الفيديو. المشهد ده مش هعمله، مش هلبس مايو. ايوه حبيب قلبي. لا هنط في المركب على طول. طب بقولك ايه، كلمني كمان ساعه عشان عندي ميتنج. باي باي حبيبي. مية مية معلم، موضوع التأمين ده سهل قوي يا معلم. عندي. ازاي؟ ما تقلقش بجد يا شريف، انا اول واحد هيأمن عربيته عندك، بس العربية عايز عمرو عديها لي. والله طول عمرك نجم، بس ادعي لي اقبل في الشركة الاول ان شاء الله. مين؟ علا غانم. يا ساتر يا رب. الو يا عم رد، انت عامل فيها مهم. علا ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشتيني. علا مين؟ انا سعيد الريش. اسمع، جيب القميص الراكور الابيض وبكره تيجي بدري للمخرج يخرب بيتك. عيد ميلادك؟ هو النهارده كام في الشهر؟ يا حبيبتي زي كل سنه. طبعا هاجي. شرف ابوك وشرف ابوك، خد من عندك. تيجي معايا فين يا عم؟ هو انا فاضي للحاجات دي؟ ده انا ايه ده؟ بكراني كده. انت احرجتها، هي اتكسفت عشان انا واقف معاك. العب. بقول لك ايه، ما ينفعش اتاخر قسط التامين. اوكي، بس لو حصل حاجه للعربيه صرفه بسرعه، بس ما تروحش تخبطها وتيجي تقول اصرف. عيب يا عمك، زي مراتي. اتفضل يا باشا. الشريف ابوس ايدك، مش وقته. اهلا يا رب. هو حضرتك من امبارح ما بتتكلمش ليه؟ انا هل في حاجه في قلب مصر؟ ايوه يا سامي. ايه الحيوان ده لحد دلوقتي ما بعتش الورق؟ قولي له شوكت بيه بيقول لك ابعت فاكس بسرعه فورا. جاتونيلا. هو حضرتك شوكت بيه؟ ايوه يا هيف، مدير الشركه. جاتونيلا. بعتيلي لغاندي اللي انت رايحين. حاضر يا فندم، اتفضل.
اتفضل يا فندم. ندى، هو اسمك؟ لا حضرتك صاحبي. اتفضل 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 يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. مين الاستاذ ده يا فندم؟ شريف الشريف، ممثل. هو حضرتك ما شفتنيش قبل كده؟ لا، انا الحقيقه اعرف عمر الشريف، نور الشريف، ناهب شريف، انما شريف الشريف ما حصلش الشرف. ازاي يعني؟ هو حضرتك ما شفتش فيلم سوق العبور؟ ده نزل سنه 93 وكسر الدنيا. اللي انا بقول فيه احمر على ابوها بطيخ، احمر على ابوها بطيخ، احمر. انا استاذ شريف يا فندم، كان اشترى عربيه جديده وجاي يامن عليها، وده تقرير الفني يا فندم. اتفضل. كله تمام يا باشا؟ تمام تمام ماشي. متأكد ان ده فنان؟ انما ليه كلهم كده مرضى؟ معلش يا فندم، ما تطلعش من هناك، انا بس عايزك تركز في التفاهم. العربيه زي الفل، الفن اللي بيقول لك هي بس محتاجه تغيير قطاش. انا بس مش مهم، مش مهم بطاريه ايه بقى. والعربيه حضرتك ممكن تطلع عليها من الشباك، انا راكنها تحت. طيب يلا بينا. يلا اتفضل. يلا، هي فين؟ اهي يا فندم، الدهب اللي وقف في الشارع. بس حضرتك عروسه ما شاء الله.